تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا ويغلى كلامك علينا في غربتنا وليالينا. عزيزي المشاهد اهلا بيك في حلقه جديده من فحصين الكتب. بنعمه ربنا النهارده هنواصل دراستنا في رساله روميا. عندنا بعض الاسئله هنجاوب عنها. ليه الله بيشوف الشر يصمت؟ ايه علاقه الاعمال الصالحه بالحياه الابديه؟ ادعوك انك تشاركنا جلسه درس الكتاب معانا، فابقى معنا. لذلك انت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ في الأصحاح الثاني يواصل الرسول بولس حديثه لإثبات المذنوبية والمديونية وفساد الإنسان وضعفه وانحطاطه، وعشان كل ده عشان يبرهن أن الإنسان محتاج إلى بر الله. في الأصحاح الأول من الجزء الأخير برهن المذنوبية والمديونية على الوثنيين اللي أسقطوا الله من حساباتهم، اللي لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفة الله داخلهم. لكن بينتقل في الأصحاح الثاني لنوع ثاني ممكن نسميه الخطاة المحترمين، الخطاة المتعلمين المثقفين المتفلسفين المتأدبين اللي هم بيدينوا الخطايا اللي بيعملوها الوثنيين، وبيتصوروا أن بكده يعني ده ممكن يكفر عن خطاياهم هم اللي بيعملوها، بيعملوا الخطايا لكن بيدينوا اللي عايشين في الخطايا، بيعملوا ما بيعملوش الخطايا بصورة علنية مفضوحة لكن بيعملوها ويدينوا اللي بيعملوها. هل ده يسبب ان الرب يرضى عليهم؟ هل انجاز تعبير الكرازة بدينونة الخطية ده يكفر عن اسم الخطية؟ انا مدام بقول فالرب خلاص يبقى راضي عني وانا عايش في الخطية، فهو بيبرهن ان دولة يمكن تكون مذنوبيتهم ومديونيتهم اكتر من النوع الاول لانهم عندهم معرفة، لكن هذه المعرفة مش بتتحول ولا بتترجم إلى سلوك حقيقي وحياة عملية صحيحة تمجد الرب. كان في شاعر عربي قال تعبير يتوافق مع الآيات اللي حضرتك اللي قريناها دلوقتي واللي علقت عليها، بيقول كده: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي العنى كيما يصح به وأنت سقيمه، لا تنهي عن فعل وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. وما أسهل إن احنا ندين الآخرين، وحتى واحد محترم زي داود حمي غضبه على اللي دبح نعجة وهو كان عامل ما هو أفظع. هنا الخطاة المحترمين زي ما سميتهم حضرتك بيعملوا كده، يعني يدينوا الآخرين ويفعلون هذه الأمور بعينها. والرب في الموعظة على الجبل أدان المرائين عموما بصفة خاصة لما قال لماذا تنظر القزة في عين أخيك وهل الخشبة في عينك؟ طب صحيح. ليه أنت بتدين وهي نفس المشكلة عندك بدرجة أكبر؟ وبرضو في عظة الويلات في متى 23 الرب دان اللي بيدينوا الخطايا وقال لهم أنتوا عاملين بتبيضوا الصفحة زي القبور المبيضة من الخارج لكن من داخل مليانين فساد ورداءة. اليونانيين أو كعينة للعالم المتحضر في الوقت دوت كانوا مجتمعات ليها مبادئها ويربوا الولاد بتوعهم على المبادئ بتاعتهم. اليونانيين مثلا كانوا يحبوا الجمال والقوة والشهامة، عندهم شوية مبادئ لكن ما عندهمش مشكلة ان هم من تحت السطح يعملوا أي حاجة.
نفس الوضع لحد النهارده في دول بتسمى متحضره. مفيش اي مشكله انك تعمل الخطيه بس بشرط ان هي ما تبانش. مفيش اي مشكله انك تجمل الخطيه بتاعتك بشكل او باخر. عشان كده واحد زي كده بيصدمه الرسول بولس، يعني بعد ما بيقول له قائمه الخطايا الرهيبه والشكل المرعب اللي كانوا بيعملوه الناس المش متحضرين في اصحاح واحد، كان هو يتوقع يقول له بقى انت بقى عندك عذر، لكن يصدمه انه يقول لك لذلك انت بلا عذر. وانا اعتقد لذلك انت بلا عذر مش ترجع للكلام اللي قاله في اخر الاصحاح، لكن لما كان بيتكلم عن غضب الله اللي معلن على فجور الناس واسمهم. لنفس السبب غضب الله معلن عشان خطايا الناس دي، وغضب الله معلن عليك انت اللي بتحاول تلطف الخطيه وتخليها حاجه شيك بالنسبه لك. وخطيه الرياء تظهر في المجتمعات الدينيه اكثر من غيرها. نتذكر ان في اعمال في انجيل يوحنا اصحاح 8 الناس الفريسيين والكتبه جابوا للمسيح واحده امسكت في ذات الفعل، واتضح في الاخر ان كلهم واعين في الخطيه ذاتها. فالمسيح قال من كان منكم بلا خطيه من النوع ذاته فليرمها اولا بحجر، وكتب على الارض، يبدو انه كتب اسماءهم وخطاياهم فهربوا من محضره. هذا هو الانسان. دينونه الله هي حسب الحق، يعني حسب الواقع الذي يراه الله، مش حسب الانسان وتصوره عن نفسه. الرب ينظر إلى القلب اللي منه مخارج الحياة، هذا النبع الفاسد، ولو اختلف شكل الخطية، لأن الناس بيقيموا الأمور بطريقتهم طبقاً للمعايير الإنسانية المرتبطة بالمجتمع والثقافة المحيطة. لكن الله ما عندوش كده، الله عنده مبادئ عادلة للدينونة، والأصحاح ده بيكلمنا عن 7 مبادئ للدينونة. أول مبدأ فيها هو اللي في عدد 2، ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق، يعني حسب الواقع الذي يراه الله. أكبر دليل على هذه الحقيقة أن دينونة الله هي حسب الحق هو صليب المسيح، حيث الله وضع على المسيح كل خطايانا وأوقع أقصى الدينونة والغضب على المسيح. الحقيقة الكلام اللي جه في عدد 1 عكس اللي جه في آخر أصحاح 1. يعني في آخر أصحاح 1 نقدر نشوف واحد فاجر، الذين إذ عرفوا حكم الله على الذين يفعلون مثل هذه، مش بس بيفعلوها لكن يصرون بالذين يفعلونها. بينما في أصحاح 2 لا، ده رجل زي ما فهمنا من الأخ فايز، رجل مؤدب ومحترم وظريف وبيدين الآخرين. المشكلة إيه؟ المشكلة إنه بيدين الآخرين وهو بيعمل الخطايا بعينها، وعشان كده قال له لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك أيضا. أنا عايز أقول لك يوسف، يعني أنا بقولها لنفسي دايما، لما تشوف أخطاء الناس وتحس إن جواك إدانة ليها، دايما خد بالك إن غالبا أنت متورط فيها، لأن اللي بيشوف بعين الله بيساعد الشخص التاني على إنه يصلح، يعني بياخد ايده عشان يرجع تاني عشان يتوب عشان يظبط. لكن طول ما انا قاعد في موقف اللي بيحكم وبيدين الاخر بالمنظر دوت، فانا لازم اشك في نفسي. فدي دعوه انا بقولها لنفسي وبقولها للعزيز المشاهد، انه يوم ما تحس انك بتشوف بالذات غلطات معينه يعني بتلقطها بسهوله قوي في ناس تانية كتير جدا، لا شك في روحك وراجع نفسك كويس جدا في القصه. داود لما حكم على في المثل اللي قاله له نسان اللي خد نعجة الفقير، قال يموت الرجل ويرد 4 أضعاف بحسب الناموس في سفر الخروج. اللي خد نعجة يرد 4 أضعاف، لكن الناموس ما بيقولش اللي خد نعجة يموت. لكن لأن ضمير داود ملام ويبدو عايز يعمل إسقاط إن هو غيور على الحق وغيور على القداسة، فقال يموت الرجل وكمان يرد 4 أضعاف. فتملي القاسي على إخواته يبقى كأن في حاجة هو بيعمل لها إسقاط أو بيداري عليها. الصحيح إذا سبق إنسان فأخذ في زلة ما، أصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. مزبوط. يعني أن الواحد يأخذ منهج الله نفسه. الله لما بيبص لخطية شخص بيقعد يشتغل معاه عشان يرجعه وعشان يجيبه تاني للوضع الصحيح. الغرض بتاعه يعني القضاء في الآخر عمله الغريب، القضاء هو العمل الأخير اللي لو أنت مصر على عدم التوبة ومصر أنك تمشي في الطريق الغلط دوت، في قضاء طبعا،
لكن طول السكة طول ما في نفس لسه ما في أمل الله بيشتغل مع الواحد عشان يرجع، لدرجة أنه حتى لسه قاطع طريق رجع في آخر لحظة من حياته قال له اليوم تكون معي في الفردوس. ده بعكس بولس لما كان بيفحص نفسه وبيقول أنا ما فيش حاجة، ما فيش ملام على ضميري ومش شايف حاجة فيها وحش. هو الرجل بيفحص نفسه مش شايف حاجة، لكن يرجع يقول ولكني لست بهذا مبررا، لأن أنا عارف أن الموضوع حتى لو مش طالع مني حاجة كويسة دلوقتي، أنا عارف أن أنا في أصلي خاطي محتاج إلى بر الرب، وترميت على عمل المسيح وهو ده. لكن هو لما بيفحص نفسه حتى في أحسن حالاته مش شايف نفسه كويس، بس مش شايف في حاجة وحشة، لكن مش هو ده اللي برره أمام الله. الإدانة. يتكلم الكتاب المقدس عن إدانة الآخرين من ثلاث زوايا: 1 إدانة الله للعالم، 2 إدانة الإنسان لأخيه، 3 إدانة الكنيسة للشر في وسطها. وهناك حيثيات تجعل الإنسان غير كفء لإدانة غيره بالمقابلة مع الله الديان العادل، فالله فاحص القلوب ومختبر الكلى، لا يشمخ عليه. القضاء عمل الغريب، كثير الرحمة ورؤوف وكلي المعرفة، بينما الإنسان ينظر إلى العينين يصدق الوشاية. القضاء عمله المفضل، مراحم الأشرار قاسية، من أمس ولا نعلم. أولاً إدانة الله للعالم، وهذا أعلنه الكتاب المقدس بصورة صريحة: ورأيت الأموات صغاراً وكباراً واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. الآب لا يدين أحداً، بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. 2 إدانة الإنسان لأخيه، حذر منه الكتاب في وصايا صريحة: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه، يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضاً لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعاً سوف نقف أمام كرسي المسيح. لا يذم بعضكم بعضاً أيها الإخوة، الذي يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس. وإن كنت تدين الناموس فلست عاملاً بالناموس بل دياناً له. واحد هو واضع الناموس، القادر أن يخلص ويهلك، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ 3 إدانة الكنيسة للشر في وسطها، وهو واجب على الكنيسة. وأما الآن فكتبت إليكم: إن كان أحد مدعو أخاً زانياً أو طماعاً أو عابد وثن أو شتاماً أو سكيراً أو خاطفاً، ألا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا؟ لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. في الجزء الثاني اللي هو من عدد 4 إلى 6 يواصل الحديث عن هذا الشخص اللي بيحاول أن يتنصل من دينونة الله. الطريقة الأولانية أنه بيدين غيره ويبرر نفسه لأنه مقتنع أنه في دينونة، وده اللي كنا بنتكلم عنه أنه عملية إسقاط. الطريقة الثانية أنه بيسيء فهم غنى لطف الله وإمهاله وطول أناته، مش فاهم الصبر الإلهي، وكأن الله لا يبالي. مزمور 50:21 يقول: هذه صنعت وسكت، ظننت أني مثلك، أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. افهموا هذا يا أيها الناسون الله لألا أفترسكم
ولا منقذ. وجمع 8-11 لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعاً، فلذلك امتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. الله بيحيط الشخص بالمراحم والرأفات ويترفق به، يغمره بالإحسانات الزمنية، يحفظه من المخاطر والأهوال، وكأن الله مصادق على كل اللي بيعمله. لكن الحقيقة غير كده خالص. هذا اللطف، هذا الإمهال، الله بيحتمله بأنات كثيرة، زي ما بيقول في أصحاح 9:22، احتمل بأنات كثيرة آنية غضب هيأت نفسها للهلاك. الله بيصبر عليه، باصص وشايف وساكت، لكن هو أساء فهم الإمهال الإلهي والصبر الإلهي إنه ده لكي يقوده إلى التوبة. الحقيقة تخيل أخي محب، الفكرة ديت بياخدها البعض حجة على إن الله مش موجود. لو الله موجود ما بيدخلش في اللي بيحصل ده ليه؟ الشر اللي حاصل وخطايا الناس ديت كلها كان عمل حاجة. دي صورة بيسموها البوليس الكوني، يعني إن الله واقف زي شرطي عظيم كده في الكون، واقف ينظم المرور بتاع الكون، أو أنت عملت حاجة غلط يديك الغرامة بتاعتك، وأنت عملت حاجة غلط يجري وراك بسرعة. لكن الحقيقة جزء من عدل قضاء الله إنه مؤجل أو متمهل بمعنى أصح، لأنه بيدي فرصة لآخر لحظة لكل واحد بيخطئ إنه يرجع ويتوب، عشان ما يجيش واحد في يوم من الأيام يقول له كنت حتوب، كان ما ادتنيش فرصة. لا، هو اداله فرصة كويس جدا. يظل الله يعمل معه، يظل الله يحاول يرجعه. إذا هو أصر، إذا انتفع بعمل الله معه ورجع بالتوبة يا بخته. إذا أصر على الاستمرار تكون النتيجة اللي هو مكتوب عنها إن هو يسخر لنفسه غضب في يوم الغضب. أول مرة أشوف المبدأ ده في قايين، لما قدم تقدمة غير دموية من ثمار الأرض الملعونة. الله لم ينظر إلى قربانه، بينما لما قدم هابيل ذبيحة دموية الله صادق عليها وقبل الذبيحة، وقبل هابيل في الذبيحة. بص معاملات الله مع قايين، لما اغتاظ جدا وسقط وجهه، مالك يا حبيبي أنت زعلان ليه؟ ليها فرصة تاني، إن أحسنت الاختيار هرفع وجهك، روح جيب ذبيحة زي أخوك وهقبلك، مش ملهاش حل وانت اترفضت للأبد. لا بالعكس، ده أنا مدد إيدي ليك وبدي لك فرصة تاني وتالت. بدل ما يجيب ذبيحة راح دبح هابيل، ومع ذلك راح له برضي. فين هابيل أخوه؟ ماذا فعلت؟ قال له أحارس أنا، ومستني أنه يقول له أخطأت وينسحق حزن وتوبة قدام هيقبله، لكن هو أصر أنه يكمل في سكته تاني بكل جحود. هذا هو الإنسان الرافض للتوبة، واللي مش بيستفيد من المعاملات الإلهية اللي تقتاده إلى التوبة. الرب يسوع برضو في أيام جسده بكى على أورشليم وقال لهم كم مرة أردت أن أجمع أولادي كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. المشكلة مش أنكم مش عارفين، المشكلة أن أنتم مش عايزين. لكن كمان من الجانب الإلهي زي ما أشعياء بيقول لنا أن الدينونة هي عمل الله الغريب، وفي مشاهد كتيرة قوي بنشوف الرب متمهل في إجراء الدينونة. لما كان رايح عشان يطرد آدم من الجنة، نقرأ أنه ذهب متمشيا، جه متمشي، وكأنه يتكلم إنسانيا، كأنه بيقدم رجل ويأخر رجل، يعني مش مستعجل لإجراء الدينونة، وقبل ما يجري الدينونة يعني تحاجج مع آدم واقتاده إلى التوبة، بيسأله أسئلة مش عشان يستعلم عن معلومات يجهلها، لا، عشان يقول له أنا غلطت، أنا أكلت من الشجرة، والرب هيقدم له. بينما لما يكون الرب في مشاهد بيجري النعمة والنعمة تاخد مجراها، نشوفه بيجري. فالمشهد الشهير بتاع الابن الضال، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن ورقد إليه وقع على عنقه وقبله. فالدينونة عمل الله الغريب، ودي نفهم أنه بيتأنى عشان يقتاد الخاطي إلى التوبة. انتظر على الأموريين تقريبا 400 سنة. طب يا رب، قال لم يكن مكيال اسمهم قد كمل، مستني عليهم يمكن يتوبوا. لما ما تبوش وكمل مكيال الاسم، الرب وقع الدينونة والغضب عليهم. ومع أن غضب الله بيتمهل فيه، لكن عايز أقرر وأؤكد أنه هيحصل. ليس معنى تباطؤه أنه مش هيحصل،
وزي ما حضرتك قلت انه عمله الغريب لكنه عمله وسيجريه. وعشان كده بنقرا في الاصحاح ده عن يوم الغضب. في اصحاح 1 بنقرا عن غضب الله، في اصحاح 3 ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم، عدد 5 حاشا. يبقى اذا الله بيغضب؟ نعم، في مزمور 7 الآية 11 الله قاض عادل وإله يسخط كل يوم، في كل يوم. يبقى إذن في غضب. نعم. وهذا الأمر جد خطير. يعني لما نقرأ هنا عن يوم الغضب أفتكر نتذكر رؤيا 6، جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. نعم. ملوك الأرض والأغنياء والعظمة قالوا تمنوا أشياء رهيبة، يا جبال اسقطي علينا، اخفينا عن وجه الجالس على العرش. عشان كده الله يتمهل، نعم، لكن اوعى حد يفهم ان تأنيه معناها مصادقة او انه لا يبالي، او زي ما قالوا في مزمور 10 الله لا يطالب، الله ناسي، الله حجب وجهه، الله ترك الارض. كلام غلط، لكن الله في بيتأنى ويذخر، الخاطب يذخر لنفسه غضب في يوم الغضب. الغضب يذكر في هذه الرسالة 12 مرة. نعم. وهو حقيقة مؤكدة، وأكبر مثال عليه صليب المسيح حيث استعلن غضب الله في الجلجوثة. وكل يوم الخاطي بيأجل التوبة وأنه يترمي بالإيمان على نعمة الله، كل الغضب بيبقى كأنه بيكوم غضب لنفسه، بيزخر غضب لنفسه. كل يوم يعني أجل الخاطي الغضب صار كأنه بيحوش وبيكوم لنفسه غضب أكتر. جحود الإنسان بيظهر في أنه كل ما الله يغدق المراحم عليه ويظهر غنى لطفه، كل ما يتقسى أكتر ويواصل أكتر في طريقه الشرير، بس مش فاهم أن العداد بيعد وأنه هو بيعمل كده وبيحوش لنفسه غضب في يوم الغضب. هو الإنسان ميال أنه هو يعني مبسوط بالفكر ان الله حلو وطيب وحنين وممهل وبيطول باله، وبيتغافى تماما عن الفكره الثانيه، بيقول الله ما يبقاش كامل كده، الله يبقى فيه نقص، حاشا ان دوت يحصل، انه ما بيغضبش بسبب الخطا، ما بيغضبش بسبب انك تنتهك القداسه بتاعته، انك تنتهك القوانين بتاعته، ده يبقى اله فيه حاجه مش بيحس، وحاشا لله ان هو يكون كده هوت. لكن الانسان لانه غرائزه وميوله وشهواته ميال ان هو يتعامل مع الله بيعطيه، يعني يقول لهم خدتوا المستار والقمح اللي انا اديته لكم وزنيتهم بيه وراء اله اخر، فياخد الجود سايد اللي هو شايفه جود سايد من الله ويتغافى عن الجزء الثاني. لكن هذا لا يمنع، اذا انا ما شفتش اللي ورايا مش معناه انه مش موجود، اذا انا اديت ظهري لحاجه مش معناها انها مش موجوده، لكن بالعكس معناه ان انا متغافل عنها، وهيجي وقت في وقت لا اتوقعه وتيجي. غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. واحد علق وقال إذا كان لطف الله لا يقتادك إلى التوبة فالأفضل أن تنهي حياتك اليوم. طبعا ده مش الأفضل، لكن أفضل من أن تستمر في عنادك لأنك تذخر لنفسك غضب في يوم الغضب. فإذا مش ناوي يبقى يخلص على حياتك من دلوقتي أحسن لك، لكن أفضل من هذا وذاك أن لطف الله يقتادك إلى التوبة. أنه يسخر غضب دي كلمة صعبة قوي، يعني أسوأ نوع من أنواع الاستثمار. وده الواقع، أن البني آدم اللي بيبتدي في خطية ما بيفضلش بنفس الريتم بتاعها، وكل شوية بتبقى الخطية دي مش مكفية فبيزود فيها أو بيبتدع شر تاني عشان خطر يمشي فيه، فهي النتيجة فعلا أنه هو ده مش ربح بسيط بقى زي ما بيقولوا، مركب، ده مركب أقصى تركيب ممكن. يعني واحد عمل مقارنة ما بين غنى لطفه وتذخر لنفسك، الاتنين بيتكلموا عن الوفرة. غنى لطفه من ناحية الله، وانت كمان بتحوش، بس بتحوش لنفسك غضب في يوم الغضب. يوم الغضب سيأتي بعد يوم النعمة. شمس النعمة أشرقت على هذا العالم حوالي 2000 سنة، أطول تدبير وأطول فترة. يوم النعمة كان يوم جميل ويوم طويل، والله بيقدم النعمة لأشر الخطاة. لكن شمس النعمة على وشك أن تغيب وسط سحب الدينونة القادمة، ولما هينتهي يوم النعمة هيأتي يوم الانتقام.
عشان كده في حضرتك قلت ان في الاصحاح ده 7 مبادئ لدينونه الله. في عدد 2 دينونه حسب الحق، حسب حقيقه الامور في عينين الرب اللي بيقيمها الرب على حياتها. لكن في عدد 5 وعدد 6 في مبدئين تاني، الدينونه عادله، دينونه الله عادله لان الله عادل، والمبدا التاني حسب الاعمال. بس كلمه حسب الاعمال لالا حد يظن ان عملك عمالك، تعمل خير تلاقي خير، تعمل شر تلاقي شر، وربنا زي ما الناس بتقول في اليوم هيوزن ويشوف اللي اعماله كويسه يدخل الجنه واللي اعماله مش كويسه هيترمي في جهنم. طبعا حسب اعماله، يعني اللي مش هيحتمي في عمل المسيح. مره سالوا الرب قالوا له ماذا نفعل حتى نعمل اعمال الله؟ قال لهم هذا هو العمل الذي يرضى الله، ان تؤمنوا بالذي هو ارسله. فلو امنت بالمسيح مخلصا وفاديا اذا لا شيء من الدينونه على الذين هم في المسيح. كل اعمالي اللي انا عملتها قبل وبعد الايمان دي كلها انتهت في صليب المسيح، ولما هقوم انا مش هيبقى في ملفي الا الاعمال الصالحه اللي عملتها بالايمان اللي هي بالله معموله. لكن اللي مش هيحتمي في ذبيحه المسيح ودم المسيح يكفر ويطهر من كل خطيه هيفضلوا في ملفه اعماله اللي عملها امام كرسي المسيح، امام العرش العظيم الابيض. كل حاجه عملها حتى السرائر زي ما هيقول بعد كده هيدان عليها، اللي عملناها بالافكار، اللي عملها الخاطي بالافكار، اللي عملها بالفعل، اللي عملها حتى بالنظر، كل ده هتقعد له في ملفه لانها لم يمحوها دم المسيح، وهيعاقب وهيدان عليها. فالدينونه بحسب اعمال كل واحد. فتحت اسفار قدام العرش العظيم الابيض ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم سيعاقب جميع فجارهم. رسالة يهوذا عدد 14 نبوة أخنوخ. سيعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها، وعلى جميع الكلمات الصعبة التي نطق بها عليه خطاة فجار. يعني نقدر نقول إن هنا مبادئ الدينونة وليس طريق الخلاص. لا يشرح في أصحاح 2 الآيات الأولى كيف يمكن للخاطي أن يخلص، لكن كيف سيدين الله كل إنسان. مظبوط، سيدين كل واحد بحسب أعماله. كلمتان يونانيتان تستخدمان للتعبير عن التوبة تعطياننا معا مفهوم التوبة في العهد الجديد. كلمة ميتانو وتعني تغيير الفكر، فالتوبة ليست مجرد حزن أو ندم فقط كما حدث مع يهوذا الإسخريوطي الذي استشعر عميق الندم والأسى على فعلته الحمقاء، ولكن ذلك لم يفده بشيء. فمع أن التوبة يصحبها ندم على حياة ضاعت في الخطية، لكنها أكثر من ذلك، إنها تغيير فكر الإنسان عن الخطية وعن أسلوب الحياة في البعد عن الله، بل وعن هدف الحياة نفسها. إنها ببساطة عملية دوران للخلف من طريق الحياة القديمة المبتعدة عن الله. والكلمة الثانية إبستريفو، وهي تعني الرجوع. فإن كانت التوبة من الجانب السلبي هي التحول عن الخطية، فمن الجانب الإيجابي هي رجوع إلى الله الحي. إنها أن تأخذ صف الله وتقيم الأمور بمنظوره، وتقبل حكمه على الأمور، وتخضع لطرقه. وإذ توجد في صف الله نجد عنده ما يكفينا من عون ومدد للتغيير الحقيقي. ونجد المعنيين مجتمعين في تقرير بولس عن ملخص رسالته في قوله أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالاً تليق بالتوبة. والباعث الأول الذي يقود الإنسان للتوبة هو صلاح الله ولطفه، والباعث الثاني أن الله يأمر بالتوبة. والتوبة الحقيقية لابد وأن تنتج ثماراً تتناسب معها. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وأما الذين هم من أهل التحزن ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني.
ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. أخي يوسف، الأعداد من 7 ل 11 أو خلينا نقول من 6 ل 11 ممكن يساء فهمها، لأن الآية عدد 7 مثلا بيقول لك إنه اللي هيعمل عمل الصالح هياخد الحياة الأبدية، فكده لو خدنا الآية دي لوحدها كده هوت فكأنه الحياة الأبدية تنال بالعمل الصالح. يعني أجاوب إجابة مزدوجة، زي ما فهمنا الآيات دي بتكلمنا عن مبادئ الدينونة وليس عن طريق الخلاص. الحاجة التانية إن هنا بيقول لنا أنه سيجازي كل واحد بحسب أعماله، أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء سيجازيهم بالحياة الأبدية. والسؤال، هل في حد عمل صالح؟ اقرأ نفس الرسالة، مش هنروح لحتة بعيدة، أصح 3 عدد 12، ليس من يعمل صالحا ليس ولا واحد. سليمان قال لا يوجد صديق في الأرض يصنع صلاحا ولا يخطئ. يبقى إذن عشان تعمل صلاح لازم يكون عندك كنز صالح في قلبك عن طريق الولادة من الله. الولادة من الله بتدي لك طبيعة جديدة تحب انك تعمل الصالح، تحب مش بس تقدر، مش هتقدر، الله هيعمل فيك، لكن انت بالطبيعة الجديدة بالقلب الجديد الخليقة الجديدة تحب تعمل العمل الصالح. وده طبعا عكس اللي شفناه في أصحاح 1، بصبر في العمل الصالح، التانين توغلوا وتغولوا في العمل النجس الشرير، هنا صبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء سيجازيهم بالحياة الأبدية. والفريق الآخر، وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم، برضو فيه سيجازيهم بحسب استحقاقهم. وكما قال أحدهم، كم العالم اليوم ممتلئ من أمثال هؤلاء، وكم جهنم غدا ستمتلئ من هؤلاء الذين هم من أهل التحزب لا يطوعون للحق بل للإثم، هيجازيهم بالسخط والغضب. إطاعة الحق دليل الإيمان. صحيح، أول خطوة إنه بيطيع، ده اللي حصل مع شاول الترسوسي، ماشي في سكة معاند جدا ومتمرد جدا وعنيف، ولما أبرق حوله النور قال له يا رب ماذا تريد أن أفعل. من أول يوم لم أكن معاندا للرؤية السماوية. بيلفت النظر أن كلمة لليهودي أولا ثم لليوناني متكررة 3 مرات، مرة في الأصحاح الأول لأن الإنجيل هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني، وهنا نفس المبدأ سواء في الدينونة أو في نوال البركات، فسخط وغضب وشدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، لليهودي أولا ثم لليوناني. والمكافآت أيضا مجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا واليوناني. فلماذا يعني ليه الترتيب ده لليهودي أولا؟ طبعا مش محاباة، لأن اليهودي في المكافآت وأيضا اليهودي أولا في السخط والغضب، لكن أنا بشوف فيها أن نعمة الله المتجهة إلى اليهود لأسباب كتيرة، سواء في النعمة أو في الغضب، لأن الخلاص من اليهود لأن عندهم أقوال الله مسؤوليتهم أكتر، لكن بيلمس قلبي أن النعمة متجهة أولا ليهم مش لأنهم أحسن من غيرهم، لكن في رأيي لأنهم أردأ من غيرهم. يعني لما الرب قال اذهبوا مبتدئين من أورشليم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي اليهودية والسامرة وإلى أقاصي الأرض، ليس لأن أورشليم أفضل من غيرها، لا، لأن أورشليم أردأ من غيرها، لأن هي أورشليم اللي صلبته واللي أهنته واللي رفضته واللي قالوا لا نريد أن يملك علينا، ولما عملوا الاستفتاء الأصوات راحت لبرباس وفضلوا عليه قيصر روما، فهم أردأ من غيرهم، كله طبعا كله رديء، بس هم أظهروا العداوة والقساوة بشكل غريب. لكن اللي يلمسني نعمة الله، نعمة الله متجهة أولا للأردأ، يعني بربطها بالظهور الأول لأكثر التلاميذ فشل بطرس، وظهر أولا لصفة، يا لنعمة الله، ومن على الصليب يا أبتا اغفر لدوله لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، يا لنعمة الله، يا لغنى نعمة الله. حضرتك أشرت يا أخي محب على
مطاوعة الحق. بس قبل ما يقول لا يطاوعون للحق قال كلمة أحب أقف عندها: وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم. وفي الحقيقة أكبر حاجة بتوجد تحزبات الديانات. أنا أتشدد لدين الآباء مش حبا في الحق قد ما هي حبا في التحزب. عشان كده بيقول أما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق. الحق سهل وبسيط وفي صوت في القلب نفسه بيقول لك ده صح وده غلط. لكن عندما أصبح من أهل التحزب فأنا حمشي في هذا الطريق صح ولا غلط، سواء ضميري بيقول لي هو ده صح أو بيقول لي ده غلط، أنا حمشي لأن أنا من أهل التحزب. اللي قال عنهم المسيح في متى 23: يطوفون البر والبحر يا على النشاط ليكسبوا دخيلا واحدا ولو صار يجعلونه ابنا لجهنم أكثر منهم مضاعفا. معمودية يوحنا، معمودية التوبة، الكتبة والفريسيين رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم ولم يقبلوا هذا الحق اللي بينادي به يوحنا المعمدان، رفضوا أنهم يكونوا خطاة تائبين محتاجين إلى توبة، بينما الفريق الآخر قبل وأطاع ونزل إلى الأردن معترف بخطايا. أصل لو نزل يعني أنا عندي خطايا أعترف بيها، يعني حخسر البرستيج بتاعي زي الناس التانية، زي الناس التانية برضو. ده كلام ينفع؟ المسيح له المجد عندما أتى، طبعا مش لأنه عنده خطايا يعترف بها حاشا، لكنه كأنه ضم نفسه مع فريق المتواضعين التائبين. تمام، أنا مع هذا الفريق، وخلي المتكبرين، خلي الكبرياء بتاعتكم تنفعكم. بالظبط. التحزب اللي يقود لعدم مطاوعة الحق بشوف صورة ليه في يوحنا 9، المعجزة بتاعت المولود أعمى. هو الراجل يقول لهم، شوف اللي كان أعمى دوت أكثر بصرا من المتحزبين جداً. دول يقول لهم لم يسمع منذ الظهر أن إنسان فتح عيني أعمى، يعني دي ده كلام يفهمه أي بني آدم عنده أصغر مخ في الدنيا، وده كان أعمى، يعني لا أرى نبوات ولا درس ولا تعلم أي حاجة، لكن بالصليقة جواه أنه مين اللي فتح عينين واحد مولود أعمى؟ هم يقولوا له ده شفى في يوم سبت، يعني سابوا كل القصة دي وقال لك أنه شفى في يوم سبت، في حين الرب كان شرح لهم وكرر مرات أن السبت ده الراحة وراحة الإنسان أنه يشفى، فأحسن تطبيق للسبت أن الرب يعمل معجزة في السبت. لكن العين عمية تماما لأنه أهل التحزب، أهل التحزب ومركزي طب وكل العيشة اللي أنا عشتها ديت، يعني أنا أخاف أن المشاهد يكون بيقول طب وكل الزمن اللي أنا عشته دوت متمسك بعقيدة معينة أو فكرة معينة، يطلع أونطة، يطلع أونطة النهاردة أحسن من يطلع أونطة بكرة تخسر كل حاجة. يعني الأحسن النهاردة أن أنا بخسرت 40-50 سنة في عمري، ولا أن أنا استنى بكرة وبخسرت الحياة كلها؟ ففي ضرورة أن الواحد يفكر بالطريقة دي. فعلاً متعجب من الغباء اللي حالل بيهم، فيقول لهم إن في هذا عجبا، انتوا ازاي مش قادرين تفهموا حاجة بسيطة بالشكل ده، يعني واضحة زي الشمس بسبب التحزب وإنهم مصرين على عدم إطاعة الحق. افتكرت واحد أحد الخدام بيكلم في بيت مسنين واحدة ست كبيرة في السن عمرها متقدم، وبيقول لها إنك لازم تسلمي حياتك للرب وتتغيري وكده، فهي اكتشفت ان عمرها ضاع، وابتدى الشيطان يلهيها بان عمرها ضاع، فقالت له طب انا عمري ضاع، وبتندب على العمر اللي ضاع، وهتضيع من ذهنها الفكره الاساسيه ست الحقي نفسك سلمي حياتك للرب. فهي بتندم، قال لها يا سيدتي الفاضله ان تصلي متاخره افضل من ان لا تصلي اطلاقا. تمام. يعني الحقي عمرك، الحقي اللي جاي، ما تكديش على اللي فات. الاخ محب كان اشار الى ان في 7 مبادئ للدينونة في هذا الجزء أو في هذا الأصحاح. أفكر المشاهد أولا في عدد 2: دينونة الله حسب الحق، ليس حسب ما يظهر لكن حسب حقيقة الأشياء. المبدأ الثاني في عدد 5 أنه هناك دينونة عادل، دينون لا في تراكم على الدينونة، تثخل لنفسك غضبا في يوم الغضب، على قد ما ربنا بيدي لك من فرص أنت تثخل لنفسك غضب في يوم الغضب. الحاجة الثالثة في عدد 6:
سيجازي كل واحد حسب أعماله، وفهمنا أن دي مبادئ الدينونة وليس طريق الخلاص. ثم في عدد 11 نجد المبدأ الرابع، لأن ليس عند الله محاباة، عند البشر ما أكثر المحاباة. عندما يفعل الجريمة شخص لي علاقة بي بتفوت حبيبك يبلع لك الزلط، ليس كذلك عند الله، فالله لا يعرف المحاباة على الإطلاق. لما وضعت الخطية على ابن الله الكريم ضرب بسيف العدل الإلهي، فلا تظن أيها الإنسان البعيد عن الله أن الله حيحميك أو يجملك في يوم الدينونة. إذا أردت أن تفلت من غضب الله ودينونة الله، إلجأ إلى المسيح، فهو المكان الوحيد، الملاذ الآمن الوحيد اللي يقدر ينجيك من غضب الله. داود كان عنده محاباة تجاه أبشالوم، وكان عايز يطلع علشان يمنع عنه القضاء، بالرغم وصية صريحة أن الابن المارد والمعاند لازم حتى أبوه هو اللي يسلمه عشان يترجم. لكن داود الملك كان عنده محاباة، لكن رب وقع القضاء، لأن ربنا ما عندوش محاباة. واللي يبرهن أن ربنا ما عندوش محاباة أنه لم يشفق على ابنه عندما صحيح. كان حاملا للخطايا صحيح. وانصبت الدينونة عليه عندما اعترف بالمسيح بخطاياه وأسامي كأنها مرتكبة، لأن ليس عند الله محاباة. وحتى في تعاملاته مع المؤمنين كأولاده يقول إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة فسيروا زمان غربتكم حسب عمل كل واحد، حسب عمل كل واحد. أيوة. هل من العدل أن الله يدين الأمم اللي ما عندوش وصايا في الناموس؟ كيف من لا حياة له يستطيع أن يفعل أي شيء؟ مهم أنت كمان تبص لنفسك الأول، بعد كده ربنا يستخدمك في أنك تصلح غيرك. الله ينظر إلى القلب، خفيات القلب، أفكار القلب. عزيز المشاهد، رسالة روميا فعلت في التاريخ المسيحي كما لم تفعله أي رسالة أخرى. عن طريقها عرف أغسطينوس طريق القداسة، وأصبح واحد من أشهر القديسين في تاريخ المسيحية. وعن طريقها عرف لوثر طريق التبرير، وحدث نتيجة لذلك ثورة وتغيير في الجغرافيا والتاريخ. هذه الرسالة نحن ندرسها في برنامج فاحصين الكتب، وأدعوك لمتابعة هذا البرنامج لتعرف المزيد من هذه الرسالة الرائعة، رسالة روميا.